السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نقدم اليوم طريقة استيراد ملف أوتوكاد أو مسقط أفقي للكتلة التي تريد أن تجعلها تحولها إلى 3D. طبعا الطريقة بسيطة جدا، نذهب إلى فايل، طبعا نكون مجهزين ملف الكاد، طبعا نذهب إلى فايل ثم امبورت. طبعا أنا وضع الملف في سطح المكتب Drawing، نختار الملف. طبعا هنا كاد، لو لم تجد الكاد طبعا في يجب ضبط شيء بسيط هنا اللي هو مرة واحدة فقط. ندخل على الأوبشن، طبعا تكون هنا متر، يجب أن تجعلها متر، هذه طبعا يتم ضبطها مرة واحدة فقط، ثم أوكي ثم أوبن، تنتظر قليلا، كلوز. تجد أنه وضعها بهذا الشكل، طبعا اختارها كلها ثم رايت كليك وعمل ميك جروب، وهذا حتى لا تلتصق في المبنى عندما تريد أن تحركها. طبعا تستطيع أن تجعلها في لاير لوحدها، لديك أدوات اللاير، تستطيع أن تعمل لاير خاص بك، نيو مثلا، تجعلها مثلا كاد، ملف كاد. طبعا لاير مثل الموجودة في الأوتوكاد تستطيع مثلا إخفائها هنا بالضغط هكذا، طبعا اختارها في الأول ثم Entity Info، ثم هي طبعا موجودة في اللاير صفر الديفولت، لكن حولها للكاد، لاير كاد، تجد أنها اختفت. طبعا اللاير يسهل عليك العمل ويجعل الملف خفيف، يعني أحيانا تريد أن تضع أعشاب أو أشجار أو سيارات أو ديكورات تريد أن تخفيها أثناء العمل أثناء الحركة، ولكن أثناء رندر تريد إظهارها. طبعا تستطيع تستخدم اللاير، تستطيع أن تعمل لاير للسيارات، لاير للديكور، لاير للأشجار، لاير لأي شيء، تقسم الكتلة أو الفيو كامل إلى عدة لايرات. طبعا هنا تعمل لاير جديدة وتسميها بأي اسم وتخفي، طبعا هذا الخيار تخفي. مثلا نريد أن نرجع الكاد هكذا، نجد أنه هنا بهذه الطريقة، نجد أنه رجع ملف الكاد. طبعا هنا عملنا ملف الكاميرا، نجد الضغط على الملف الكاد نجد أنه كتلة أو جزء واحد، لأن عملنا ميك جروب. طبعا لرسم ملف الكاد بطريقة بسيطة، نذهب إلى أمر لاين L، ثم نتبع الباوندري الخارجي أو حدود المبنى الخارجية هكذا، ثم هكذا. طبعا هذه مظلة، لا مش ضروري ترسمها، ممكن تعملها 3D بعدين، هكذا هكذا ثم هكذا ثم هكذا ثم هكذا ثم هكذا وهكذا هكذا بكل بساطة. هكذا تكون أنت رسمت المبنى من الخارج، تحتاج إلى التفصيل الداخلي. طبعا تستطيع أن ترسم باللاين، ولكن الأسهل أن تختار الريكتانجولر، حرف الآر مباشرة أو من هنا. طبعا تأتي للغرفة هكذا مثلا، ترسم، تأخذ كل الغرف، تتأكد من السناب، تأخذ مثلا هذه الاستراحة الخارجية مثلا، هذا هكذا الممر من هنا لهنا، هذا الباب طبعا، ولا يفضل أن الأبواب الخارجية يفضل أن تعمل هكذا حتى تبقى واضحة. طبعا هذا الجزء هنا هكذا، ثم هذا الجزء هكذا، هذه الغرفة أخذناها. طبعا هنا لديك باب خارجي، وهنا لديك نافذة، وهنا لديك نافذة أخرى. طبعا الأبواب الداخلية لو كنت تريد أن تعمل سكشن يفضل أن توضحها، مش مشكلة نوضحها. تصبح جاهزة لدينا. طبعا هذه النافذة أيضا، حتى لو أخطأت ليس يعني ما في شيء مشكلة، حتى لو أخطأت في الرسم. طبعا هذا أيضا إذا أردت توضيحه هكذا،
نرسم حتى هذا الشكل مرة. طبعا هكذا يصبح لدينا ملف. طبعا لو أردنا إخفاء نأتي للأسفل نحاول، لو أردنا إخفاء الكتلة نأتي هنا ونخفي ملف الكاد هكذا، يبقى لدينا ما رسمناه. طبعا مجرد عمل هكذا لدينا المبنى الآن أصبح سكتش أب. طبعا نختاره بالكامل ثم ريفيرس، دائما نعمل هذا الأمر اللي هو عكس الألوان حتى لا تصبح هذه اللون الرمادي أعلى، يجب أن نجعله أسفل. طبعا لدينا هنا المبنى درجتان، عامة الدرجات السلمية تكون 15 سنتيمتر، يعني المبنى هذا كله نرفعه 30 سنتيمتر، درجتين يعني 1 2 نقوم برفعه 30 سنتيمتر. طبعا هذا استجلاب الملف الكاد. طبعا نكمل في الحلقة القادمة عن كيفية رفع هذا المبنى 3D.